قاعدة الإشارات في الجمع والطرح والضرب والقسمة هنتعرف عليها إن شاء الله بعد ما تصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما تشترك في القناة، بعد ما تعمل لايك للفيديو، بعد ما تفعل الجرس، وبعد الإنترو. شوف، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مبدئيا كده عايزين نبقى متفقين مع بعض إن مفيش حاجة اسمها جمع وطرح، هو كله جمع. كله ايه؟ كله جمع. طب ايه اللي يفرق الجمع عن الطرح؟ الاشارات. تعالوا مع بعض كده نعرف قاعدة الاشارات بتقول ايه، بعد كده نتكلم. لو كانت الاشارات متشابهة بنجمع ونحط اشارة، نحط الاشارة اللي عندنا، انما لو كانت مختلفة بنطرح، بعد ما نطرح نحط إشارة الرقم الكبير. أمثلة بقى عشان الجو حر كده عشان نفهم. تمام، تعالوا نشوف مع بعض هنا. 4+5، الإشارات فين؟ موجب وموجب، لأن الموجب في الأول ما بيتكتبش يا جماعة. موجب وموجب اشارات متشابهه، يبقى انا هعمل ايه؟ هجمع واحط الاشاره. الاشاره موجب ما بتتكتبش. 4+5=9. اللي بعدها سالب 3 وسالب 8، الاشارتين سالب متشابهه، يبقى انا هجمع واحط الاشاره، احط الاشاره سالب 3 و8 11. برضو لو انا في عمليه جمع الكسور، خلاص انا وحدت المقامات يا باشا كده، عندي مقامين زي بعض، هاخد واحد بس منهم يا باشا وهجمع اللي فوق عادي جدا. عندي هنا اشارات متشابهه سالب وسالب، يبقى انا احط السالب يا باشا 3 و5 8. ها، دي ابسط صوره؟ لا، الحلقه اللي فاتت يا جماعه هتساوي شرط الكسر، الثمانيه والعشره يتقبلوا القسم على الاثنين، تبقى سالب تنزل زي ما هي 4/5. تمام؟ تمام. تعال نشوف الناحيه الثانيه. 7+7=3، اشارات مختلفة اهي، واحدة سالب وواحدة موجب، يبقى انا هعمل ايه؟ هطرح واحط اشارة الكبير. فين اشارة الكبير؟ 7 اهو سالب، احط السالب واطرحها تبقى 4. هنا 8+5، الـ8 موجب، الـ5 سالب، اشارات مختلفة، يبقى انا هطرح اشارة الكبير موجب ما بتتكتبش. 8+5=3. طيب 7+13، إشارة الكبير طبعا إشارات مختلفة هنا، إشارة الكبير سالب، أحط السالب. 8+13=-6. برضو لو أنا في عملية جمع الكسور، أنا وحدت المقامات أهو، مقامين زي بعض أهو، يبقى هتساوي آخد مقام واحد بس منهم. الإشارات فوق واحدة موجب واحدة سالب مختلفة، يبقى أنا هطرح وأحط إشارة الكبير. فين الكبير؟ الـ15، إشارته سالب، أنا أحط السالب. 8+15 بتساوي 5.27. بس يعني دي قاعدة الإشارات في الجمع. في الجمع مفيش حاجة بقى جمع وطرح، هو كله جمع، بس اللي بيفرق الإشارات متشابهة ولا مختلفة. متشابهة نجمع ونحط الإشارة، مختلفة نطرح ونحط إشارة الرقم الكبير. طيب تعال بقى نشوف قاعدة الإشارات في الضرب والقسمة. القاعدة بتقول لو الإشارات متشابهة يبقى الناتج موجب، ولو الإشارات مختلفة يبقى الناتج سالب. يعني الكلام دوت لو احنا قسنا بقى على الضرب والقسمه هيبقى بالشكل ده. موجب في موجب بيساوي موجب، متشابهه اهو، وسالب في سالب بيساوي موجب، ما هي اشارات متشابهه، خلي بالكم من دي يا جماعه، اشارات متشابهه يا جماعه، سالب في سالب الناتج هيبقى موجب. انما لو مختلفه، يعني الموجب في السالب هيساوي السالب في الموجب هيساوي سالب، زي ما قلنا في القاعدة. تمام؟ يعني مثلا لو عندي 2 في 3، موجب في موجب بموجب، 2 في 3 ب6. لو مثلا
سالب 3 في سالب 5. سالب في سالب بموجب ما بيتكتبش، 3 في 5 ب 15. طيب لو انا عندي سالب 2 في 4 هيساوي سالب في موجب بسالب 2 في 4 ب 8. لو لاحظت انا بضرب مرتين، بضرب الاول الاشارات بعد كده بضرب الرقم، على كده بقى تقيس. دايما تقيس كده، تيجي تضرب تضرب الاشاره بعد كده تضرب الرقم. اتفقنا؟ اتفقنا، تمام. ولو جربنا هنا على الاسم هتلاقي ان موجب على موجب هيساوي موجب، ونفس الكلام لو سالب على سالب هيساوي موجب، ما هي متشابهه. ولو سالب على الموجب او موجب على السالب هيطلع سالب. لو الاشارات متشابهه الناتج موجب، انما لو مختلفه الناتج سالب. يعني مثلا لو انت عندك 4 على الاثنين هتساوي موجب على موجب بموجب، ما بيتكتبش 4 على الاثنين فيها الاثنين. لو انت مثلا عندك 5 على سالب 10 مثلا هتساوي طبعا موجب على سالب بسالب، وخمسة وعشرة هنختصرهم لأبسط صورة، هنقسمهم على الخمسة هتساوي على الخمسة فيها الواحد، العشرة على الخمسة فيها الاتنين. ولو مثلا عندك سالب 9 على سالب 3، سالب على سالب بموجب، سالب على سالب بموجب، سالب على سالب بموجب، سالب على سالب بموجب، ما بيتكتبش 9 على 3 فيها 3. ودي هي قاعدة الإشارات في الجمع في الضرب والقسمة، اللي دايما الناس كلها بتغلط فيها يا جماعة، هي دي ودي. يا جماعة لما نيجي نضرب سالب في سالب الناتج بيبقى موجب، ولما نيجي نقسم سالب على سالب الناتج بيبقى موجب. أتمنى تكون الحلقة مفيدة وبسيطة، وهي مهمة، لأن اختلاف إشارة واحدة بس في مسألة طويلة هتبوظ لك المسألة كلها من بعد الإشارة الغلط دي. فلازم تاخد بالك من قاعدة الإشارات كويس قوي عشان تحل حل مظبوط. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم.